السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل طبق بسيط جدا وسريع تحضيره ويكفي الناس كلها والناس تبقى مبسوطة. مكرونة مع صوص اللحمة بطريقة بسيطة وسهلة. يلا نعمله مع بعض. نقول بسم الله. هنجيب معلقة زبدة مع معلقتين زيت وانزل عليهم ببصلة كبيرة، اكبر بصلة عندي او اتنين صغيرين زي ما انتم شايفين كده، لحد ما البصلة تستوي تبقى اللون الذهبي. على جنب هسلق اي نوع باستا موجودة عندي. انا لقيت عندي فوزيلي، انت اعمل اي نوع باستا انت عاوزه. على فكرة الباستا دي جلوتين فري. بعد كده 3 فصوص ثوم مع 2 ورق لورا. ورق اللورا مفيد جدا اولا للصحة، تاني حاجة للحمة والفراخ، بيحيد الدهون اللي فيها ويجعلها احسن وافضل. ولازم تقرأ عن مشروب ورق اللورا، احنا عاملينه بيضيع الكحة ومفيد جدا وجميل. لو ما شفتش الحلقة اكتب لي ورق اللورا وابعته لك. 1/2 كيلو لحمة مفرومة لحد ما تستوي، بنعصجها بنقول. بعد كده هضيف بقية الحاجات اللي عندي. انا حاطط معلقة كركم، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة ملح، معلقة كبيرة من الاوريجانو. ومكعب مرق الدجاج. مكعب مرق الدجاج بيزود النكهة والفليفر. بعد كده هضيف 3-4 طماطميات او طماطم صغيرين. بعد ما اللحمة تستوي بنزل بالطماطم، بتبقى فريش مع المكرونة وطعم بتستاهل حلو جدا. بعد كده كوباية مية، بضيف الفلفل. انا بحب احط الفلفل اخر حاجة لان اي حاجة عطرية الفلفل الكمون كل البهارات بتاعتي الاحسن اطحنها وقت ما اشتغل بيها، لان لما بطحنها واسيبها فترة كبيرة بتطير الزيوت العطرية. تقدر تحط كرفس، كزبرة خضراء، انا حطيت بقدونس. واسيبها بقى هدي النار عليها 10 دقايق. وبعد كده احط شوية كريمة اللباني بتدي لها طعم وتست جميل. كده بقى عندي صوص اللحمة يمشي مع كل انواع الباستا، اي نوع مكرونة هيطلع في منتهى الجمال والدلال. بس يا سيدي بعد ما تستوي المكرونة اعبي الطبق بتاعي واحط عليها الصوص، وبعدين اقدمها لحبايبي وكله يبقى مبسوط وكله يبقى مرضي. صدقوني الريحة في منتهى الجمال. شوية كزبرة خضراء جرنش وبس يا سيدي. ادعي لأمي وأبي بالرحمة من قلبك. شوف بقية المطبخ الصحي. شعري دايما ليه تتعب أكتر أما ممكن تتعب أقل. سلام عليكم.